مرحبا مشاهدينا، وصفتنا اليوم كيف نتعلم نعمل الباستا بالبيت اللي هي المعكرونة. اليوم انا بدي اعلمكم طريقة ووصفة مميزة جدا لنتعلم شو مكونات الباستا ونعملها فريش بالبيت. عنا بيضتين او مقدار 100 جرام من البيض، ربع معلقة ملح، ربع معلقة صغيرة، معلقة متوسطة من زيت الزيتون، وعنا 100 جرام من طحين الابيض و 200 جرام من طحين السيمولينا او فينا نقول السميد الناعم. اول شي في عنا جات او بسين، ده هنحط المقادير كلها مع بعضها مثل ما شايفين، نحط المقادير مع بعض البعض ايضا البيض وايضا زيت الزيتون، ولح نعجن المقادير ببعضها لمدة 5 دقائق لتتماسك العجينة وتنعم. مثل ما شايفين مشاهدينا، انا دعكت العجينة قليل في وعاء ورجعت حطيتها على الرخام ودعكتها لمدة 5 دقائق بشكل جيد. رح اتركها ترتاح لمدة نص ساعة وارجع رقها. اوكي، تركت العجينة ترتاح، عندي قليل من طحين السيمولينا، عجينة سميكة. اكيد رح نقطع العجينة، اكيد هيدا اللي عم شيلهم هلا بدي اعملهم اشكال اخرى. رح نقطع العجينة بشكل مربع، اعمل اول شيء التليتلي، رح اقطعها بدل ما اقطعها بهيدا الشكل رفيع. رح اعلمكم على طريقة جديدة اللي هي بنطوي الباستا 3 طويات من هون، وايضا نطويها او حسب سمكتها، يعني نطويها طويتين لسهل على حالي، يعني طويتها طويتين من هون وطويتين من تاني ميلة. الاطراف رح استعملها لاشياء تانية، و بسكينة عليها شوي من الطحين رح اقطع المعكرونة. ومثل ما شايفين بشكل بسيط بفتح كل وحدة لتعطيني هيدا الشكل اللي هو التليتلي. الشكل الثاني من البقايا رح نعمل، نجيب العجينة اكيد نعملها مبرومة ونعملها بهيدا الشكل رفيع، من بعد ما عملناها رفيعة رح نقطعها بشكل وارب مثل ما شايفين، و رح نعملها باليد بشكل رفيعة اللي هي هيدا الشكل اسمه تروفي مثل ما شايفين. رح نحطها هيك وبالسكينة مش هيك بشكل 45
درجة من أولها نعملها بهيدا الشكل مرة أخرى. أيضا ما منشد كتير. شكل آخر أيضا اللي هو هيدا الشكل مثل البني بس ولكن مش مفرغة من الداخل. أما بما أنه عندي كمان العجينة برقة بهيدا الشكل وبقطعها اللي هو شكل البابرديلي، هيدا العرض. هون عندي انا صار بابرديلي باستا. مثل ما شايفين ايضا عندي ايضا بقايا من الباستا اللي رقيتها. حفرجيكم كيف نعمل الفرفلي اللي هي شكل الفراشي. منقطعها مثل ما شايفين بهذا الشكل. اذا عندي رول مخرم بيكون كتير منيح لانه بيعطيني الشكل مباشرة. واذا ما عندي في اعملها بالشوكة او جيب شوكة سنانة قراب كتير على بعض، بضغط من هون مرتين. صار في عندي هيدا الشكل عن الجنب و بهيدا الاصبع حط الاصبع بالنصف وبهول الاصبعين بضغط وبرجع بشيل اصبعي من النصف وبضغط الاصبعين جيدا لتلتصق العجينة مثل ما شايفين. هيدي الفرفلي اللي بتشوفوها بالسوبر ماركت. مرة اخرى عندي العجينة معلمها بالشوكة مرتين بضغط حط اصبع بالنص وبضغط عليها بهذا الشكل السريع وتصبح عندي عجينة الفرفلي. اما الان عندي كمان قطعة اخرى احرقها بشكل رفيع جدا ورح فرجيكم كيف اللازانيا اللي كنا بنعرفها بالنهاية وهي الشكل الاخير بالنسبة لليوم. فينا نزيد شكل ايضا كمان اللي هو رافيولي. هلا بنفرجيكم فرد مرة عليها. كمان منقطع العجينة بهذا الشكل تصبح عندي لازانيا فريش. اما بالنسبة للرافيولي عندي عجينة رح ادورها بايدي
الحرقه بهذا الشكل رقه جيدا. من بعد ما رقها بقطعها بمقطع يصير عندي شكل مبروم. اكيد اذا في عندي حشوة مثل حشوة الفطر او اسبانغ والجبنة ان شاء الله شي يوم نعمل رسبي خاصة للرافيولي منحشيها. فينا من بعد ما نحشيها بالداخل بنسكرها بهيدا الشكل و نضغط عليها بالشوكة وتصبح عنا بشكل فطاير. حبيت اقدم لكم بعض منها. بتمنى هيدي الحلقة تكون نالت اعجابكم واستفدتوا منها. برجع بقلكن تسلق الباستا بماء مغلي مع قليل من الملح والزيت. بالنسبة لهيدي الباستا لأنها فريش نسلقها فقط لمدة دقيقتين. أما بالنسبة للرافيولي إذا كان فيها حشوة فمنسلقها لمدة تقريبا دقيقة ونص ومنرفعها على النار. منحط لها شوية زيت زيتون ومنقدمها مع الصلصة اللي نحنا تابعونا دايما على الرابط اللي عندكم على الشاشة. وما تنسوا المشاركة للأصدقاء بالفيديوهات المميزة. وإلى اللقاء.